صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام طلائع الجيش الساعه 8 بالليل هنا على ملعبنا، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي قبل المباراه بساعتين ان شاء الله مع كابتن ايمن شاوي وضيوف الاستوديو. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو متربع على القمه وبطل الدوري برصيد 86 نقطه، وطلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 41 نقطه. يلا بينا. الحقيقة ماتش النهارده هيكون تكليل لموسم طويل جدا بدا في 23 سبتمبر 2019 لما لعبنا سموحه في الجوله الاولى لمسابقه الدوري، والنهارده بعد اكتر من سنه ان شاء الله بنلعب الجوله الاخيره الجوله ال 34 وختام مسابقه الدوري اللي هي اول بطوله حصلنا عليها الموسم دوت، ولسه عندنا مسابقه الكاس ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله. الماتش اللي جاي قدامنا عندنا نهائي دوري ابطال افريقيا، فالنهارده مش عارفين هيكون في ايه، يا ترى مستر موسيماني هيدفع باللعيبه الشباب اللي صعدها في الفتره الاخيره، ولا هيجرب العناصر الاساسيه ويجرب تريكات كده ممكن تتعمل في المباراه النهائيه، خاصه ان دي اخر بروفا، فيا ترى مستر موسيماني هيعمل ايه في البروفا الاخيره لنهائي دوري ابطال افريقيا. الحقيقة ماتش النهارده هيكون مهم جدا رغم اننا حسمنا الدوري والموضوع خلاص تقريبا انتهى الموسم تماما بالنسبه لنا، لكن اهميه الماتش ده بترجع لانه اخر ماتش قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله اللي بنلعبها بحثا عن اللقب الاول من 2013. فريقنا النهارده ممكن نشوف فيه حاجات كتيره قوي بتحصل، لكن اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده هي التكريم اللي هنشوفه. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وقدامه خيارات كتير ممكن يجربها. شفنا مستر موسيماني يعني كان في الفترة اللي فاتت صعد مجموعة كبيرة من الناشئين عشان يحضروا ختام الموسم وختام الدوري الطويل جدا اللي الحقيقة اللي لعبنا المباراة الأولى فيه كانت يوم 23 سبتمبر قدام سموحة في 2019، وتقريبا من أكتر من سنة كاملة كانت المباراة الأولى، والنهاردة الجولة 34 في مسابقة الدوري والأخيرة بعد سنة تقريبا من مباراة الافتتاح. هنشوف النهاردة مستر موسيماني هيعمل إيه، بس خلونا الأول نشوف مين هم اللعيبة الشباب اللي تصعدوا في الفرقة. تعال نبص عليه. مستر موسيماني دفع بعناصر كتير جدا في التمرين في الفترة اللي فاتت من اللعيبة الشباب اللي عايز يبص عليها كده قبل نهاية الموسم وبداية الموسم الجديد، تقريبا دفع بكل العناصر من قطاع الناشئين المميزين، عندنا لعيبة في مراكز كتير جدا، حراسة المرمى والظهير الأيمن والظهير الأيسر وفي وسط الملعب وكمان رؤوس حربة وقلوب دفاع. هنتكلم عليهم واحد واحد. في البداية معانا محمد حسام ميدو، ده مدافع من مواليد 2000 وسبق ليه اللعب مع منتخب مصر مواليد 2000 برضو، ومن اللعيبة المميزين في قلب الدفاع بقطاع الناشئين، وحاليا متواجد مع فريق 99 بعد الدمج ومن ناشئي أكاديمية الأهلي. معانا كمان فارس طارق، ده ظهير أيمن مواليد 2000 وبيجيد اللعب في قلب الدفاع وبيتشبه كده بمحمد هاني، وسبق ليه اللعب مع منتخب مواليد 2000 ومن ناشئي أكاديمية الأهلي برضو. اللاعب الثاني معانا هو احمد محمد عبد القادر حمدي، ده مهاجم مواليد 99 ولاعب مهاري جدا، رجع للاهلي بعد رحله احتراف سنتين في سلافيا براغ التشيكي، وسجل عدد كبير من الاهداف في مباريات فريق 99 الوديه خلال فتره الاعداد، وهو اساسا من ناشئي اكاديميه الاهلي برضه. هيكون موجود برضه عبد الرحمن اشرف مانو، ده لاعب وسط دفاعي من مواليد 99 وبيجيد اللعب كقلب دفاع ومن العناصر الاساسيه مع فريق 99. احمد سيد عبد النبي الظهير الايمن، ده مواليد 2002 وكان بيشارك باستمرار وبشكل اساسي مع فرقه 2001 في بطوله الجمهوريه، وبسبب مستواه المميز ده ضمه كابتن ربيع ياسين لمنتخب الشباب وكان متواجد معاهم في بطوله كاس العرب الوديه في السعوديه، وهو برضه من ناشئي اكاديميه الاهلي. احمد نبيل كوكا، ده لاعب وسط دفاعي من مواليد 2001، من اللاعبين المميزين جدا في قلب الوسط بقطاع الناشئين، وانضم مع ربيع ياسين لمنتخب الشباب ولعب معاه في كاس العرب الوديه في السعوديه، وبرضه من ناشئي اكاديميه الاهلي. معانا شادي رضوان كمان، الجناح الايسر مواليد 2001 وده اللي بيلقب بقى بالفراري بسبب سرعته الكبيره ومهارته جدا بالكوره، وهو هداف الاهلي في بطوله الجمهوريه في الموسم اللي فات برصيد 10 اهداف في 19 مباراه، وانضم اكتر من مره لمنتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين،
وده اللي اختارته صحيفة جارديان البريطانية ضمن أفضل 60 موهبة حول العالم من مواليد 2001، وطبعاً من ناشئي أكاديمية الأهلي برضه. محمد شكري هو الظهير وجناح أيسر مواليد 99، موجود مع الفريق الأول من فترة، وده يعتبر من أفضل لاعبي فريق 99 في الموسم الأخير في دوري الجمهورية، وكان تاني هداف الفريق ومن أكتر اللعيبة صناعة للأهداف، وبرضه من ناشئي أكاديمية الأهلي. محمد فخري صانع الألعاب مواليد 99، انضم للأهلي من غزل المحلة، وهو من أفضل لاعبي دوري الجمهورية في الموسم الأخير، وهداف الأهلي في البطولة برصيد 18 هدف جابهم في 26 مباراة. هو لعيب مهاري جدا وبيجيد التمرير بدقة كبيرة وكمان التسديد على المرمى. عربي بدر لاعب وسط مواليد 2001، من أفضل المواهب في قطاع الناشئين بشهادة جميع المدربين، وكان بيلعب باستمرار مع فريق 97 و99 رغم سنه الصغير. هو لعيب سريع جدا في وسط الملعب وقاطع جيد للكرات، ومن كباتن منتخب الشباب، وكان موجود معهم في كأس العرب اللي كانت في السعودية. أحمد طارق سليمان حارس مرمى مواليد 2000، ابن كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق، لعب قبل كده مع منتخب الشباب مواليد 2000، ومن الحراس المميزين، وكان بيتواجد باستمرار مع فريق 97 و99. مصطفى شوبير حارس مرمى مميز من مواليد 2000، وهو أحد أهم حراس قطاع الناشئين، وابن الكابتن أحمد شوبير طبعا نجم الأهلي السابق، ولعب الموسم دوت أكتر من ماتش، وكان موجود أساسي في مباراة الترسانة في مسابقة الكاس اللي قدرنا نكسبهم فيها ونتأهل للدور التالي. ماتش النهارده مش هيكون سهل، لانه قدام فرقه طلائع الجيش اللي بتأدي بشكل قوي في الفتره الاخيره، وكمان الفرقه بتحتل المركز العاشر برصيد 41 نقطه. فرقه طلائع الجيش ما خسرتش من شهر تقريبا، لما خسرت اخر مره من الاسماعيلي بهدف نظيف، وخلال الفتره دي بقى قدرت ان هي تعدي بيراميدز في كاس مصر في ربع النهائي لما تعادلوا بدون اهداف وقدروا يتخطوهم بركلات الترجيح. فريقنا بقى بيدخل ماتش النهارده وهو عنده مجموعه كبيره من الغيابات، اهمها طبعا حمدي فتحي وعمرو السوليه الموقوفين. السوليه كان اتطرد في المباراه الاخيره في الدوري قدام بيراميدز، وحمدي فتحي كمان عنده 3 انذارات ومش هيكون موجود معانا النهارده. نفس الكلام بالنسبة لعلي معلول اللي غايب برضه عشان عدم الجاهزية بعد الإصابة اللي لحقت بيه، وبنحاول إن شاء الله نجهزه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا النهاردة، ونشوف عناصر جديدة بقى نقدر نشوفها بعد كده مع الفريق كأساسيين، بجانب العناصر اللي ممكن مستر موسيماني يشوفها ويطمن عليها قبل ماتش النهائي. ونشوفكم إن شاء الله في أهم مباراة في الموسم كله، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله. ويلا يا أهلي.